أنا عصام خيرالله من مواليد غبيلة وموجود بعد منطقة غبيلة وإن شاء الله نطول عمرنا شوي صار عمري 71 سنة بحبك كثير ليك طلع الحجار اللي بلاقيهم عندنا بالأرض من أرضنا كله من أرضنا ليك الصفد كيف ببين ليك هاي ليك هيدا شو لونه ألوان أرض عندنا مشينا وكل الحجار بجمعهم وبحط لك مثلا هيدي فما حطيتهمش بعد عندي جوا بعدين هون لك كيف بلاقيهم طلع هي شو حلوه هو كله صفد من ارضنا من هون من الفتوح غبالي لك الحجار عندنا معبيه كلها صفد طلع طلع شايف كلها سمك محجر هذا 1,800,000 سنة أنا عامله هذا سامي الصلح شارع سامي الصلح حطينا واحد ببيروت وهذا ما لقيوش مطرح بعد يعني صار له عندي زمان يا ريت الناس تفهم شو لك شو بجمع هون أنا أطلع سينات وزلاحف خلي الزاحف يغنجوا ويغنجوا بعض الثانيات الزاحف عندي 5 زاحف اللي بلاقيهم بالارض من ناحيه هودي هلا جوا فرجيكيهم كيف بطحنهم وكيف عملهم بس ليك هودي طلع طلع كيف الوانها اصفر واحمر واحمر غامق وهيدا الكريستال شايف كيف هو من الارض من عندنا شغل كفشول طلع من برا او هون بت هيدي وش كيف انت شايف مثلها بهالكبر ليك هودي كل لون ليك هاي الثانية هو كله من عندها من تحت بيتنا من هون تحطهم برا بتصرف شوفهم احسن انا عصام خير الله نحات رسام ومرمم اهم مواقع بيروت انا مرممها تمثال الشهداء تمثال رياض الصلح الكنائس الكبيره بكل انا مرممها بقى بشت بحب هالارض وبحب الموجودات اللي فيها بقى اللي عم تفرجيكم اياه هلا هو اللي عم نلاقيه بارضنا تراب ارضنا قديش غني لازم نحميه ونمده للمستقبل يعني للاولاد ولادنا شوف هلا هولي الحجار كيف بطحنهم بيصيروا بودره بيخلوا للتلاميذ ليعملوا منهم الوان للرسم ليك هذا ليك الالوان هاي الحمراء شو حلوه بتطلع هذا الاخضر هذا الاحمر الازرق وهذا شو اسمه العتيبة نجار العتيبة هذا شو اسمه نسيت اسمه وهيدا شو اسمه بنسى اسمي صار له زمان لانه ابو جودي دكتور ابو جودي وهيداك نجار العتيبة اخذوه على استراليا هذا التمثال وهيدا اديب علام مؤسس مستشفى بعلبك وعمل التمثال بعلبك هيدا في منهم عاملوا برونز في منهم رخام في منهم جرانيت حسب نوع التمثال بس في تمثيل وصلت لأربع عمتورة كبرى تمثال الشهد تمثال العذراء اللي عجب الموسى أربع عمتورة وشوي على تمثال كمان كتير تمثيل عامل يعني مش انه حسب الموقع وحسب هيدا من نقرر شو يكون مواد التمثال حافظ الأسد هيدا هاي
هنا جيت النجار، نجار العتيبة بسموه اللي هونيك. تراب لبنان يعني لبنان ببلد أساس عليه فيه من ملايين السنين البراكين. البراكين هي اللي بتغير أنواع التراب ولون التراب. فالموضوع عندنا هون لأنه نحن أرض بركانية كانت وموجودة بالأرض بعد كل أثار البركان. هلأ فريق كمان تقطعين حلبي مهمين كتير جوا ما شفتنش أنت إزاز بركاني فريقي هون. هلأ فقت عليهم أنه عم تحكي ها ما في منهم، ما بتلاقي فيهم بالمتحف الوطني شقفة صغيرة من هيدا، بس هل أنا ملاقيهم هون؟ هون ملاقيهم وين؟ هون حد بيتنا، لما راحت قهوة سمير عويد غرقت من سنة 84 أو 85، غرقت من الأرض، صار في هزات هيك وشتي قوي، رحت أنا دغري قلت لها المرة تعطيني كيس ورحت دغري، لقيت ثلاث حجار. شفت شي حلوين؟ هيدا إزاز بركاني. زيت مش انه هيك. الفن عنا ببلادنا للحقيقة بدايات الفن العالمي للعالم كله بلش بأرضنا نحن من آلاف السنين بلش هون، وأول تماثيل عملوا على أرضنا نحن هون، وأول يقول لك اللي عم لاقيهم اليوم عم لاقيهم عم بحطهم. روح على متحف اللور، روح على متحف باستراليا، روح على المتاحف بتلاقي اشياء لبنانيه، فخار وتماثيل وكذا محطوطه هون. بس نحن ما عندنا هون، اللي ناقصنا هو الثقافه وتعليم الناس يحبوا ارضهم. ما عندنا نحن هيدي بقى. مين بيطلع؟ انا مثلا بروح كل يوم بمشي، قبل شوي واقف بروح بمشي وبفتش، مش انه بفتش بالارض بس بتطلع بلاقي الاشياء الموجوده بالارض بحبها كثير. لون التراب، لون مثلا كيلومتر مربع هون عندك 26 نوع شجر، وين بتلاقيها هيدي؟ لك الغار اللي عندنا، الغار رمز الانتصار بالتاريخ. يعني عندنا اياه نحن هون ثلاث ورقات غار بامريكا حقهم دولار. نحن عنا الغار هون معبى الأرض كلها، والغار بفيد الصحة وبفيد المنظر وبفيد التاريخ. سنة 81 82 ولهلأ بعدني عم بعلم، بس هلأ صار التعليم قد ما نحن مضروبين بلبنان. التعليم على الإنترنت يعني معلم كتير تلاميذ ومرئين علينا كتير تلاميذ من ناحية الثقافة والفنون، وفنانين كبار صاروا تلاميذنا والله يوفقهم. هيدي الترميم، انا بحب الترميم، بحب احافظ على الموجودات. كل فنانين لبنان الكبار هن من فتوح كسروان، كنعان ديب وموسي ديب وكلهم هاول والجر والقرم داود القرم كلهم من وين؟ بين جلبتا ويحشوش وهالمنطقه وغزير وهالمنطقه. هيدي اهم لوحات عاملينها هن هم معبيين الكنايس كلها والمناطق. انا رممت لهم، عم رمم لهم كل اعمالهم تقريبا. وين في مساركيس وباخص هوني لما اجوا الاتراك ضربوا الكنيسه وشقفوا شقفتين للوحه وفاتوا على الكنيسه اغتصبوا الكنيسه، انا رممت اللوحه تركت الضربات اللي عاملينها الناس لحد هلا بتشوفها بعدها مضروبه. هذا عمره حوالي 450 سنة البيت، تركته مثل ما حتى ضربات اللي عاملينا جدودنا مثل ما هي تركتها. هيك هو بوسط بيروت، كان بهيدا البناية ببيروت البول هيك حتى تمثل حد الشهداء. هيدا التمثال عامله ماضي اسمه هون عادل الصغير. عادل الصغير فنان لبناني مهم كان بامريكا، هلا توفى من شهرين تقريبا. ختيار هو
هيدا كان ب بوسط بيروت ايام الحرب تشقف التمثال. بعتوا لي جبته انا التمثال كان شقف شقف بقى رممته حطيته على اساس بدهم ياخذوه يحطوه مطرح ما كان بعد ما اخذوه من سنه 98 صار له 20 سنه ناطرني هون.